هلا والله شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا حبيبي عندنا فيديو جديد، وهذا الفيديو حوريكم اسهل طريقه عشان توفروا على نفسكم كوينز. طبعا اليوم عندي 10000 كوينز، حلو. لو ابيع اللعيبه اللي عندي تقريبا حيصير عندي تقريبا 50000 كوين، 100000 كوين، هذا الشيء. فالشيء المهم اللي لازم تسووه زي ما تكلمت بالفيديو الماضي اللي هو على سكواد بيلدينج تشالنج حق هازارد، بعد اسبوع ان شاء الله حيكون في اللي هو الجمعه الجاي حيكون في بلاك فرايداي، حينزل فيها باكيجات كل ساعتين، واللعيبه حيكون سعرهم جدا رخاص. فلو تبغى تبني تشكيله مثلا زي الحين عندي هذه التشكيله، خليني اوريكم، هي عندي هذه التشكيله حبيعه باذن الله. الحين ممكن عندي هذه التشكيله، لو تبغى مثلا تبني تشكيله الحين ممكن سعرها 20000 كوين، الاسبوع الجاي حيكون سعرها تقريبا 10000 كوين. لو تبغى تبني تشكيله سعرها 100000 كوين، الاسبوع الجاي الجمعه ان شاء الله حيكون سعرها تقريبا بين 60000 كوين 70000 كوين. فحتوفر على نفسك كوينز جدا 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 كثير. فعشان كذا خلينا نشوف الحين بالعربي، انا جبت ب 17000، اعتقد اني خسرت فيه، سعره الحين 14000. فلو لو حبيعه مو حبيعه الحين، مو حبيعه اصلا عشان الكوكسيل حقه 10000 كوين، فخليه في النادي. يعني ما عندي كثير لعيبه يعني سعرهم جدا غالي، ولكن لو تبغى تبيع لعيبتك بيعهم الحين عشان الاسبوع الجاي. لو تبغى تبيع لعيبتك او تبغى تبيع تشكيلتك حتكون سعرها جدا جدا رخيص. مثلا جارث بيل، لو عندك مثلا لعيبه فوق ال 85، لو عندك مثلا جارث بيل، لو عندك دي بروين، دي بروين الحين سعره جدا غالي عشان سكواد بيلدر تشالنج حق هازارد. لو تبغى تبيع اللعيبه الاقوياء اللي عندك بيعهم الحين عشان بعد الجمعه الجاي حيكون سعرهم جدا رخيص. يعني لو واحد مثلا مطموخ ما شاء الله معاه مليون كوينز يبغى يسوي تشكيله، الاسبوع الجاي ممكن يلاقي هذه التشكيله ب 600000 كوين 700000 كوين. فاتمنى انكم لا حد يبني تشكيلات الحين عشان لا تخسروا فيها، عشان الجمعه باذن الله حيكون بلاك فرايداي شيء جدا اسطوري. اللعيبه حينزل سعرهم الكوينز، لو تبغى تشتري كوينز حيرتفع سعر الكوينز، والباكيجات حتكون موجوده. عشان كذا الناس يعني الناس حتفتح باكيجات، حيكون عندها لعيبه، اللعيبه هذه ما تحتاج على طول حتبيعها. فلما يكون في كثير لعيبه من يعني نفس اللاعب يكون في كثير نسخ منه في السوق، طبيعي حيقل سعره. فهذا كان كل شيء اليوم، اتمنى ان يكون افدتكم. هذه هي الطريقه كيف توفر 50% من فلوس اللي معك. معكم حسن من قناه دقيقه مرزي، ومع السلامه.